السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقة برنامج حياتنا اللي يأتيكم دائما وأبدا في تمام الساعة السابعة مساء. مشاهدينا الكرام، طبعا بهذه المناسبة أحب أمسي بالخير على أخوي وزميلي محمد حمادي، مساك الله بالخير. مساء الخير أكيد أخوي محمد، وعلى كل من يشاهدنا عبر شاشة تلفزيون قطر، هذا البلد الجميل اللي رغم نقول الظروف اللي تمر علينا كل فترة نشوف أن الإجراءات قاعد تتغير علينا من ناحية جائحة كورونا، إلا أن احنا نظل مستمرين في إنجازاتنا، نشهد بطولات، إنجازات لا تغيرنا الظروف الصعبة وإنما تزيدنا قوة وصلابة. نعم أخوي محمد، أيضا مشاهدينا الكرام، طبعا مثل ما احنا عارفين الكمامة دائما هي لازم نكون لابسين الكمامة في كل مكان، يعني ايش راح تفرق معاك اذا كنت راكب السيارة طالع من اول ما تطلع من البيت، مثل ما انت لبس غطة وعقالك البس الكمامة ايضا، بس اذا كنت لحالك ما عليه نزل الكمامة، من تنزل من السيارة على طول تلبس الكمامة، ما في شيء ايضا بيخسر الواحد ولا بيتعب الواحد في كمامة بسيطة. اكيد ما تكلفك شيء، يعني ما تكلفك مبلغ ولا تكلف منك جهد، مجرد انك تخليها معاك تعتبرها ضمن الأساسيات اللي موجودة حولك، وبالذات نقول يعني أنها ما تطول عن استخدامها أكثر من 8 ساعات تستبدلها، وأنك لو بغيت تسلم على حدا وتسولف معاه ما تنزلها علشان تسولف معاه. أنا أعتقد أن في ناس تأخذها من هذه الناحية، مع الأسف الشديد في تصرفات صغيرة لها تأثير سلبي. بكرة صادف يوم مميز بالنسبة لقطر، اليوم الرياضي للدولة. اليوم الرياضي طبعاً بكرة الكثير من هالدوحة، طبعا دائما رياضيين ويحبون طبعا الرياضة ويهتمون في هذا اليوم. طبعا بكرة نحاول قدر الإمكان طبعا التباعد الاجتماعي وأيضا لبس الكمامة، وأيضا بعد يعني للي مثلا مثلي بعد يلبس نظارة طبية يعني تضايق شوي لما يلبس الكمامة، لكن لا تنزل الكمامة، نزل النظارة شوي يعني إذا أنت بتتكلم مع أحد عشان تحمي نفسك وتحمي أيضا الآخرين وتحمي بعد عيالك وأهلك في البيت. هذا اللي لازم نفكر فيه بشكل مستمر، أن احنا دائما نفكر بالناس اللي حولنا، المحيط اللي حولنا. أنت كإنسان فكر دائما بأن التصرف منك يؤثر على المجتمع حولك سواء بالإيجاب أو بالسلب. حتى الكلام اللي نقوله خل دائما كلامك معنوي ويعطي لغيرك دائما طاقة جميلة نكون بحاجة لها. من جانب آخر نروح بالنسبة للهلال الأحمر القطري، أعلن عن تفعيله لغرفة عمليات الطوارئ في مركز إدارة الكوارث التابع له من أجل متابعة مستجدات جائحة فيروس كورونا أو التطورات الأخيرة. نعم محمد، وكذلك أيضا تنسيق العمل ما بين قطاعات المؤسسة المختلفة وتكامل الجهود مع باقي مؤسسات الدولة المعنية بمواجهة الجائحة. ومن هذا الجانب حضر هذا الاجتماع في تفعيل غرفة العمليات الطوارئ كل من المهندس إبراهيم عبدالله المالكي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري، والسيد فيصل محمد العمادي المدير التنفيذي للقطاع قطاع الإغاثة والتنمية الدولية، والسيد عبدالله القطان المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الطبية. وأيضا ناقش الاجتماع استعدادات الهلال الأحمر القطري لتنفيذ أي مهام تكلف به السلطات الصحية بالدولة، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية خلال المرحلة المقبلة للمساعدة على احتواء المرض والحلول دون انتشاره، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لإدارة الأزمات. وإلى جانب نقول الأنشطة التنموية والمجتمعية التي يقوم بها الهلال الأحمر في أوقات السلم، يختص الهلال الأحمر القطري بالتدخل والاستجابة لحالات الكوارث، بالنظر أيضا إلى صفته القانونية كمساند للدولة في جهودها الإنسانية والاجتماعية. هذا ما نشهده من الهلال الأحمر القطري، يعني تأثيره محلي وأيضا عالمي خلال السنة اللي طافت والمرحلة المراحل اللي طافت نقول أو الشهور اللي مرت، كان له تأثير جميل على المجتمع. نعم أيضا وجهوده طبعا ملحوظة وبين طبعا في 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 في, في في الدوحة وفي قطر وخارج قطر. طبعا الهلال الأحمر القطري دائما يشكرون على الجهود اللي يقومون بها. وأيضا مشاهدينا الكرام، إلى موضوع آخر، حيث أعلنت مؤخرا سدرة للطب عن تطبيق تقنية التخدير الواعي
لحالات الأطفال التي تحتاج إلى خياطة جروح أو كسور أو غيرها من التدخلات الجراحية المؤلمة. وأيضاً بهدف عدم إشعار الطفل بأي ألم خلال التدخل الجراحي المطلوب. تفاصيل أكثر في هذا التطور الملحوظ اللي نشهده من خلال سدرة في هذا التقرير. هذه التقنية عبارة عن أدوية نعطيها للأطفال بالوريد أو نعطيهم عملية الاستنشاق، يكون الطفل بحاجة إلى أدوية تذهب الألم عنه وتخليه مش واعي في هذه الفترة، على أساس الطاقم الطبي يقدرون يأخذون راحتهم في الإجراءات الطبية. أمثلة على ذلك إرجاع الكسور إلى مكانها، تكون عادة مؤلمة بالنسبة للطفل. الطفل إذا جمع كسر وكان الكسر مش في مكانه يحتاج إرجاع. حالات الجروح الكبيرة اللي تحتاج غرز كثيرة، حالات اللي يكون فيها الطفل مش متعاون، حالات الأخذ عينة من الظهر أو أخذ عينة من الصدر، أن نحط تيوب في الصدر أو في البطن، هذه كلها أمور يعني أمور مؤلمة بالنسبة للطفل. أحيانا كثيرا نعملها إذا كانت العملية أو الإجراء دقيق، مثلا جرح في جفن العين أو جرح في الفم أو جرح في في الوجه عموما. التقنية هذه بدأنا فيها من لما فتحنا طواري سدرة من 3 سنوات، نعمل تقريبا من 10 إلى 15 حالة يوميا. سدرة متخصصة أكثر، فيها جميع اختصاصيات الأطفال الباطنية والأطفال الجراحية، فيتم تحويل جميع الحالات الصعبة أو الحالات اللي يكون فيها الطفل عنده تاريخ مرضي من قبل أو يراجع في عيادات سدرة أو الطفل يكون تعبان كثير، يتم تحويلها كلها في سدرة أو يأتون إلى سدرة. المؤتمر هو مؤتمر سنوي نعمله من 5 سنوات، السنة هذه كان المؤتمر 5، بحكم الكورونا انعمل فيرتشوال اللي هو انعمل أونلاين. المؤتمر يركز سنوياً على الحديث والجديد في طب طوارئ الأطفال، التقنيات الجديدة، العلوم الجديدة أو التطوير الجديد في طب طوارئ الأطفال. هذا الجزء الكبير من المؤتمر. الجزء الثاني تعزيز القدرات وتعزيز المعلومات عند الطواقم الطبية الموجودة بالنسبة لطب طوارئ الأطفال. بالنسبة لطب طوارئ الأطفال نسعى للتقدم ولتحديث الخدمات الموجودة عندنا بما يتماشى مع الدراسات العلمية الجديدة. الحمد لله مركز سدرة يعني يعمل على تطوير العلم كذلك. مشاهدينا الكرام، أيضا نذهب إلى موضوع آخر. الحصول على لقاح كورونا لا يعني التخلي عن الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس، بل إنه يجب على كل من حصل على اللقاح الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية حتى في حال تلقي جرعتي اللقاح. خذيت اللقاح ولا للحين؟ للحين باقي. متى؟ قريب؟ إن شاء الله؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طابور. إن شاء الله الكل يكون حاصل عليه، وعلشان أمن وسلامة هذا المجتمع إلى أن يتم الإعلان، نقول من مركز السيطرة والتحكم الأمريكي أو منظمة الصحة العالمية على انتهاء هذه الجائحة، علشان ما ننتقل إلى أي موجة تكون أخطر أو أقوى من اللي احنا فيها الحين. بيدك أنت كإنسان مسؤول في هذا المجتمع. نتابع هذا التقرير. يشدد الأطباء في مؤسسة حمد الطبية على السبل الكفيلة لتجنب الدخول في موجة ثانية من فيروس كوفيد-19 أو وصول سلالة جديدة منه ولعودة الحياة إلى طبيعتها، من خلال التزام كافة أفراد المجتمع بالإجراءات والتدابير الوقائية، وهي ارتداء الكمام الطبي والمحافظة على التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تعقيمهما، وتجنب الأماكن المزدحمة، وضرورة الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد المعترف به دولياً والذي ثبت أنه آمن وفعال. وينوه الأطباء إلى أن تذكير المجتمع بطرق الوقاية من الفيروس أكثر من مرة يعتبر طريقة فعالة لترسيخ المعلومات وتجنب زيادة المصابين، فقد شهدت دولة قطر في الفترة الأخيرة زيادة مقلقة في أعداد المصابين بالفيروس، والذي يعد علامة مبكرة في دخول الدولة لموجة ثانية.
وعليه ينبه الأطباء كافة أفراد المجتمع لأهمية عدم التراخي في تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية، حيث أنه إذا استمرت الحالات بالزيادة قد تلجأ الدولة لفرض قيود إضافية أو حتى اللجوء إلى فرض الإغلاق الكامل على غرار ما اعتمدته بعض الدول. والجدير بالذكر أن دولة قطر تعتبر أحد أقل الدول عالمياً في عدد الوفيات بالفيروس، ويعود ذلك لجهود الدولة والقطاع الصحي على إدارة الجائحة، إضافة إلى التزام أغلب أفراد المجتمع بتطبيق التوجيهات والنصائح الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات ووزارة الصحة العامة. مشاهدينا الكرام، توفر دولتنا الحبيبة قطر بيئة تعليمية صحية آمنة لجميع الطلاب والمعلمين والإداريين في كل أنحاء الدولة. والكل أكيد مهتم من هذه الناحية بأن يراعي صحة عياله، بالذات إذا كانوا في المدارس، من جانب قطاع التقييم لإجراءات الاختبارات التجريبية الدولية والتي يتم إجراؤها بشكل رسمي خلال العام الحالي 2021. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. بيئة تعليمية محفزة واشتراطات صحية صارمة تضمن عملية تعليمية متميزة، هكذا تستمر وزارة التعليم والتعليم العالي في جهودها لضمان سلامة الطلاب والكادر التعليمي مع الحرص على جودة العملية التعليمية. منذ تفشي جائحة كورونا اتخذت الوزارة إجراءات عديدة لمواجهتها، ومنها تطبيق نظام التعليم المدمج الذي أثبت نجاعته بفضل وجود مرافق تعليمية متطورة. بحرص متواصل على مراقبة الوضع ميدانياً، يقوم سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بزيارات تفقدية مستمرة للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية ومراعاة الاشتراطات الصحية التي أقرتها الدولة، خاصة مع الاستعدادات الحثيثة التي يجريها قطاع شؤون التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي لمشاركة طلبة دولة قطر في الاختبارات الدولية لهذا العام المقرر عقدها خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، حيث تقيس هذه الاختبارات مهارات حل المشكلات لدى الطلبة في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم دون التركيز على محتويات المناهج الدراسية، بما يساهم في إكساب الطلاب الكثير من الخبرات والمهارات. مشاهدينا الكرام، يقوم خلال الفترة الحالية قطاع التقييم مثلاً في إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي بالتجهيز لخطة أكاديمية متكاملة الاستعداد للاختبارات الدولية. أكيد، والتي يتم إجراؤها خلال شهري مارس وإبريل المقبلين 2021، واللي راح تكون أيضا بشكل إلكتروني. ضوابط إجراءات أكيد راح تكون صارمة للحفاظ على صحة كل من الطلاب والمعلمين. الحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن هذه التفاصيل وعن الاستعدادات للاختبارات الدولية من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي، يسرنا أن نستضيف الأستاذ راشد العود الفضلي استشاري تعليم بإدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي. حياك الله معنا أستاذ. الله يحييكم وأحيي من خلال منبركم الإعلامي المشاهدين الأفاضل. حياك الله. أكيد، ويعطيكم العافية على جهودكم أمانة، لأن أيضا التعليم رغم الصحة وتغير ظروفه إلا أن أنكم مستمرين سواء عن قرب عن بعد، فقواكم الله. نتكلم عن ما يتعلق بالنسبة للمدارس الخاصة اليوم والاختبارات الدولية المتعلقين فيها. نعم، أولا الحمد لله معلم الإنسان، والصلاة والسلام على النبي المربي بالعلم والإيمان. بالنسبة للاختبارات الدولية هذا العام إن شاء الله، والتي ستجرى كما مر في التقرير خلال شهري مارس وأبريل المقبلين بإذن الله، هذه تتناول ثلاث اختبارات: اختبار بيرلز واختبار بيزا واختبار التيمز. بالنسبة لاختبار بيرلز هذا يركز على اختبار مهارة الطلبة في مهارتي القراءة أو القراءتين العربية والإنجليزية، يعني اللغة الأم أساسية في هذا السياق.
نعم. كذلك اختبار، عندنا اختبار بيزا التجريبي، وهذا أيضا يركز على قياس مهارات الطلبة في عدة محاور، يعني مثل الرياضيات، العلوم، والقراءة، وأيضا التفكير الإبداعي، بالإضافة إلى اختبار تيمز، وهذا يجرى تحت إشراف منظمات عالمية تقيس مستوى تقييم التحصيل التربوي. جميل. أستاذ راشد، إحنا نتكلم عن الطلاب، عن استعدادات الطلاب، وأيضا كيف يتم تدريبهم وتأهيلهم أيضا للمرحلة، المستوى المطلوب. نعم، بالنسبة لنا في قطاع التعليم الخاص المنبثق عن وزارة التعليم والتعليم العالي، نمد المدارس بالوثائق، بالمستندات المطلوبة، بنتائج الاختبارات السابقة، أيضا نزودهم بورش تدريبية، كذلك استبيانات معينة لحثهم على هذه الاختبارات وتوعيتهم بأهميتها، وأيضا نقيس مستوى جاهزيتهم بصفتنا كمستشارين ومختصين في التعليم الخاص، ونمر عليهم كذلك، ونتأكد من أنهم قد أنهوا جميع الاستعدادات، مما يؤهل طلبتنا إن شاء الله للقدوم أو خوض غمار هذه الاختبارات بثقة وكفاءة عالية. جميل. يعني حين نفهم من هذا الكلام أن في اختبارات دولية تطبق على المدارس الخاصة، صحيح؟ نعم. هي كل تفضل. عفوا المقاطعة، هي على كل المدارس بما فيها المدارس الخاصة. صحيح. يعني مجموع المدارس في اختبار بيرز تقريبا 266 مدرسة، منها 173 مدرسة خاصة، وكذلك في الاختبارات الأخرى هناك أيضا 82 مدرسة. حلو. منها أيضا عدد ما يقرب من نصف هذه المدارس مدارس خاصة. إذن هي تطبق على جميع المدارس بما فيها المدارس الخاصة، لكن نحن يهمنا الآن طلبة المدارس الخاصة باعتبار هؤلاء الطلبة معنيون بالاختبارات الدولية التي ذكرناها قبل قليل. جميل. طيب أستاذ راشد، نحن نتكلم عن المعايير اللي يتم بناء عليها طبعا اختيار المدارس الخاصة للمشاركة في الاختبارات الدولية، يعني بنعرف يعني المعايير كل المدارس الخاصة اللي موجودة في الدوحة، لأن طبعاً التركيز قائم أيضاً على هذه المدارس الخاصة أكثر من المدارس الحكومية. نعم، هي المعايير هنا تتم بالتنسيق والتعاون بين وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة تقييم الطلبة، وبالأخص قسم الاختبارات الدولية يرسل أسماء الطلبة أو المدارس والفئات المستهدفة، وتقوم المنظمات العالمية بالخارج باختيار هذه العينات والمدارس والطلبة، وتقرر لهم بعد ذلك متى يجرى الاختبار وبأي كيفية. بالنسبة للاختبارات هذه، يعني اختيارية بالنسبة للطلاب أم إجبارية؟ لا، هي ليست اختيارية، هي إجبارية على كل الفئات المستهدفة، وخاصة الأعمار. هناك اختبار مثلا يختص بالطلبة من صف الرابع أو ما يماثله في الأنظمة التعليمية الأخرى، خاصة اختبار بيرز هذا الأساسي، وهناك أيضا فئات عمرية مثلا من عمر 15 سنة، وهناك أيضا فئات عمرية تتمثل في الطلبة الذين ينضوون في الصفين الرابع والثامن، يعني الرابع اللي هو الرابع المعروف، والثامن اللي الآن هو اللي يوازي الثاني الإعدادي. جميل. صار راشد، يعني إحنا نتكلم عن الطالب. نعم. ما هي المكسبة يعني اللي راح يكتسبها الطالب من هذه الاختبارات، وأهميتها من منظور الطالب؟ نعم، السؤال هذا نعم يعني يجب طرحه، أشكرك على هذا السؤال. الآن الطلبة إذا خاضوا غمار هذه الاختبارات، وأولا تدربوا عليها بنماذج اختبارات معينة تحاكي، خاصة أن هذه الاختبارات تقوم على مهارة استخدام العقل والتفكير، ليست يعني أنه يرجع إلى مراجع معينة أو يسأل أحد معين. هنا يعني المعول على ذلك قدرة الطالب على استخدام عقله ومهارته التفكيرية والاستنباطية في الإجابة عن هذا السؤال. إذن هذا يؤهله أن يكون طالبا باحثا عن المعرفة، نابها لديه قدرات عقلية عالية، مما يؤهله أن يكون في مصاف طلبة الدول المتقدمة في النظام التعليمي الحديث.
طيب لما اليوم نتكلم ان وجود مثل هذه الاختبارات الدوليه او العالميه ترجع لمدى تفكير الطالب نفسه او عقله ووعيه بشكل عام، بالتالي يعني ما في مراجع مثلا يدرس لها قبل لا يدخل الاختبار. ايضا سؤالك فعلا يعني يجس هذه القضيه عن كثب. المراجع هو انه يوسع مداركه، يعني مثلا شلون يعني يتدرب على مهارات القراءة والكتابة أو مهارات اللغويات، استماع، قراءة، تحدث، كتابة، سواء في اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أيضا، وكذلك يرجع إلى مراجع في الرياضيات والعلوم. لكن هذه المراجع ليست حتما هي أساسها التي ستجيبه أو تسند له الإجابة مباشرة. إذن عليه يعني ميزة الاختبارات الدولية هذه أنها مصاغة بطريقة لابد أن الطالب يتعود على حل المشكلات والتفكير الإبداعي في الموقف نفسه، مش يدش يسمع مثل كلام يحفظه. إذا هنا سيتميز الطالب الذي يحفظ حفظا دون فهم، والطالب الذي يفهم وقد يلجأ إلى بعض مهارات الحفظ والاستدراك. نعم. طيب أستاذ راشد، كلمة أخيرة تحب توجهها لأبنائك الطلبة والسادة أولياء الأمور؟ أنا أولا أقول لهم نحيي كل المشاهدين عبر يعني شاشة قناة قطر الفضائية عبر هذا البرنامج حياتنا، ونسأل الله لهم حياة علمية وعملية يعني فائقة الجودة أو على قدر عالم من المستوى والتفوق. كذلك أنا أقول أننا يجب علينا أن نتضافر جميعا، وخاصة في ظل هذه الجائحة، نسأل الله أن يرفعها عنا وعن جميع البلدان. وكذلك أقول أننا في هذا الظرف الاستثنائي الصحي الحمد لله أثبتنا للعالم أننا على قدر التحديات في مختلف المستويات، وخاصة في مجال التعليم بشكل عام والتعليم الخاص الذي نتكلم عنه بشكل خاص هذه الليلة. أيضا أقول أننا يجب أن نحث أبنائنا، وأحيي أيضا الطلبة وأحيي المدارس عموما والمدارس الخاصة، وأحيي العاملين فيها والكوادر الإدارية والتدريسية، وأشد على أيديهم على جهودهم البناءة والمستمرة والدؤوبة للأخذ بأيدي طلابنا. أيضا أقول علينا أن نتضافر جميعا للنهوض بهذه المسؤولية، لأن هذا يعكس مدى إدراكنا ووعينا كواجب وطني أخلاقي حضاري، حتى تنهض دولتنا في مستوى التعليم وهي الحمد لله على جودة عالية من التعليم، وحتى أيضا تتبوأ أعلى وأهم وأفضل المراكز العالمية في مستوى التعليم. كذلك أشكركم لإتاحة هذه الفرصة عبر هذا البرنامج، وهذا دوركم ودورنا أن نتكامل في مثل هذه القضايا المهمة في كل الأحوال. أكيد. وأخذ من آخر سطر من كلامك، وصول القطار للعالمية من جانب التعليم دل على وجود كوادر نتشرف بوجودها مثل حضرتك الأستاذ راشد العودة الفضلي، حياك الله. الله يبارك. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، كل الشكر للأستاذ راشد العودة الفضلي استشاري تعليم بإدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي. ونذهب أيضا إلى موضوع آخر ضمن سعيها الحثيث لتسريع نمو الشركات القائمة، أطلقت حاضنة قطر للأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية الفوج الرابع من برنامج التسريع الانسيابي. جميل. فنشوف أكيد خلال هذه الفترة وجود نشاط وحركة من خلال المشاريع الشبابية دل على وعي موجود وحاضر، أفكار تطبقها أكيد هذه الحاضنة. نتابع التقرير ومن بعدها نرحب بضيفنا الكريم. هي وجهة لكل من لديه شغف الريادة، ومعين لكل من يبحث عن الدعم والتوجيه والمساندة. تمهد لهم الطريق لبدء شركاتهم، وتضعهم على سلم ذو خطوات سريعة وصحيحة لضمان نجاح مشروعاتهم على المدى البعيد، وذلك من خلال الاحتضان والتطوير والمتابعة المستمرة وتقديم النصائح والحلول التي تخلق الكسب والاستدامة. حاضنة قطر للأعمال، سنوات من الدعم وتعزيز ريادة الأعمال وتنميتها وفق خطة متكاملة لدعم مسيرة دولة قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة. برنامج التسريع الانسيابي في نسخته الرابعة هو برنامج أطلقته حاضنة قطر للأعمال، يستهدف الشركات القائمة ذات النمو الشهري الملحوظ من أجل تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية وإعطائها الدفع اللازم لتصبح بمصاف كبرى الشركات.
مشاهدينا الكرام، صمم برنامج التسريع الانسيابي لتعزيز قدرات الشركات القائمة على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية والأخذ بيدها عبر الدعم والإرشاد. ويستمر هذا البرنامج لمدة 4 أشهر وينتهي في شهر مايو القادم، ونتكلم أكثر عن إطار هذا الموضوع. يسعدنا أن احنا نستضيف أكيد السيد ماجد عبد العزيز الخليفي، رئيس حاضنات قطر للأعمال ببنك قطر للتنمية. حياك الله. الله يحييك، شكرا على الاستضافة. يا مرحبا بك. في البداية لو نتكلم عن حاضنات قطر للأعمال، لو تحدثنا عن البرامج بشكل عام اللي تقدمونها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. البرامج اللي احنا نقدمها في حاضنة قطر للأعمال هي عدة برامج صراحة تخدم ريادة الأعمال ورواد الأعمال في دولة قطر والعاملين في قطاع ريادة الأعمال. أهم هذه البرامج اللي احنا نقدمها حاليا هو برنامج ريادة الأعمال الانسيابية. هو برنامج يأخذ أصحاب الأفكار من أفكار إلى شركات قائمة خلال 10 أسابيع. البرنامج الرئيسي الثاني اللي احنا ايضا في حاضنة قطر الاعمال نقدمه حاليا هو برنامج التصنيع الانسيابي، حيث ان اي واحد عنده فكره تصنيعيه او فكره انشاء مصنع يقدر يتقدم على البرنامج ان شاء الله، وخلال 6 أسابيع مع التدريب والتطوير اللازم ان شاء الله راح يكون بمقدوره انشاء او فتح مصنع حتى لو بشكل مبدئي صغير. البرنامج الاخير اللي احنا نقدمه في حاضنة قطر الاعمال هو برنامج الانسيابي للمرشدين، حيث ان احنا نحاول ان نصنع جيل من المرشدين انهم يساعدون رواد الاعمال في تطوير شركاتهم وتطوير منتجاتهم. طيب نشوف ما شاء الله في وعي من الشباب اليوم، سواء يعني مهما اختلفت اعمارهم في تطور ملحوظ من ناحيه الاقتصاد واللي يكون معتمد على الذات اكثر. من جانبكم اليوم لما تدعمون مثل هؤلاء الشباب او الافكار المطروحه سواء كانت مصانع او غيرها، شنو تاثيرها ايجابا على المبيعات او التسويق في قطر؟ صحيح، احنا حاليا احنا نحاول نخرج عن الطابع الكلاسيكي في الشركات، فاحنا حاليا نحاول ندعم رواد الاعمال اللي عندهم افكار مميزه وافكار فيها خروج عن المالوف، يعني خصوصا في شركات كرياتيف. صح، نعم، فاحنا نحاول ناخذهم خلال برامج تخصصيه من برامج سواء التسريع الانسيابي او برنامجات العمل الانسيابيه، فاحنا ما نحاول ناخذهم الى برامج تخصصيه تساعدهم في تطوير شركاتهم اللي تضيف للاقتصاد الوطني. جميل. استاذ ماجد، احنا لو نتكلم عن بالاخص يعني برنامج التسريع الانسيابي، برنامج التسريع الانسيابي ايش اللي يميزه عن باقي البرامج اللي تقدمونها؟ صحيح، برنامج التسريع الانسيابي هو برنامج احنا صممناه خصيصا للشركات القائمه، سواء كانت شركات صغيرة أو شركات يعني عندها نموذج أولي. هذا البرنامج احنا صممناه ان حتى نساعد رواد الأعمال انهم يطلعون من برنامج انهم شركة صغيرة الى تسريعها، وناخذهم الى النكست ليفل، الى الى الى, إلى اكبر، الى انها تكون نعم اكبر. فخلال هذا البرنامج احنا نساعدهم في طريقة جذب الاستثمارات والمستثمرين للشركة حتى تساعد نموهم، ونعلمهم كيفية الدخول الى السوق المحلي والعالمي، وكيفية بناء فريق يقدر يأخذ الشركة إلى المستوى الآخر. الجميل نحن أيضا على مدار السنة نشوف بنك قطر التنمية يقدم يعني شيء جميل من جانب ورشات كانت، محاضرات أو حتى جوائز يقدمها بالنسبة لرواد الأعمال. من جانبكم اليوم وجود مثل هذا البرنامج هل يؤدي إلى الاستثمار لقطر اليوم كأفراد يؤثرون على بلد؟ صحيح، إحنا هذا البرنامج عندنا الكثير من قصص النجاح، حتى ان احنا عندنا ناس دخلوا معنا برنامج التسريع الانسيابي وبعد ما تخرجوا تم الاستثمار فيهم من قبل بنك قطر التنميه او من قبل مستثمرين ملائكيين خارج البنك. فعندنا قصص نجاح نقدر نعدهم لكم ان شاء الله في المستقبل، وهذه القصص احنا يعني تشعرنا بالفخر في حاضنة قطر للأعمال، لأنك انتم مصدر منها. احنا استثمرنا فيهم في البداية، وبعد التعليم وبعد التطوير وبعد ان احنا اخذناهم سواء احنا في حاضنة قطر للأعمال او في بنك قطر التنمية في المعارض خارج قطر، وساعدناهم في دخول الأسواق الخارجية، بعدها تم عمل صفقات مع مستثمرين دوليين ومحليين. حلو، جميل. احنا طيب لو نعرف يعني لو الشخص يبي يحصل على تمويل من قبلكم، ما هي الآلية طبعا اللي يعتمدها البرنامج؟ مثل ما ذكرت ان الواحد ممكن في 10 أسابيع يقدر يحقق تكون فكرة، وفي خلال 10 أسابيع
راح يكون عنده شركة أو صاحب أعمال أو ما إلى شابه، ولكن الشيء اللي دائما المشاهد يتساءل عنه، هل لازم تكون فكرة يعني فريدة من نوعها أو مشروع فريد من نوعه؟ لأن هذا شيء صعب، أو ممكن يكون هذا المشروع موجود في قطر. احنا نطمح دائما أن يكون عندنا أصحاب شركات مميزة صراحة في الحاضنة، فعشان الواحد يتقدم لنا ويكون عنده فرصة للحصول على استثمار سواء من قبلنا أو من قبل المستثمرين، دائما المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال يحاولون أنهم يلاقون أفكار جديدة في السوق. صحيح. التميز دائما وسيلة أفضل أن الواحد ينمو. صحيح. ويسرع نمو شركته عن الأشخاص اللي كان عندهم مثلاً أفكار متشابهة. فالمنافسة سواء يعني المنافسة في السوق حالياً لأصحاب الشركات المميزة دائماً تكون أقل من اللي مكررة. إذا أنت عندك فكرة مكررة في السوق موجودة، فالمنافسة راح تكون صعبة بالنسبة لك. صحيح. لكن اللي يكون عنده فكرة مميزة غير متوفرة في السوق، تخدم مشاكل معينة وتحل مشاكل معينة، هذه عندها قابلية للتسريع. بس ما وصلنا حق الجواب. نعم. تقبلون الأفكار المتشابهة أو لا؟ احنا نقبل جميع الافكار، وخلال البرنامج احنا راح نعلم رواد الاعمال انهم كيف يتميزون عن غيرهم من الشركات الثانيه. ممتاز، شيء جميل من ناحيتكم صراحه، شيء تقدمونه انكم يعني تبتعدون عن الاستنساخ او الناس اللي تاخذ كوبي بيست من غيرها. ولاحظنا البعض وليس الكل قد ياخذ فكره موجوده في بلد اخر ولكن من ناحيته يحاول شوي يغيرها، هل تؤيد هذا الأمر ولا تحتاج شيء جديد؟ لا، هذا ما هذا ما يمنع صراحة أن واحد يأخذ فكرة موجودة في سوق خارجي ويجيبها للدوحة ويضيف إليها طابع مثلاً جديد يخدم السوق المحلي، لأن إحنا سوقنا المحلي مختلف عن أي سوق في العالم، وكذلك الثقافات تختلف بعد. نعم، فإذا في واحد جاب فكرة تحل مشاكل موجودة في السوق في قطر، بالعكس احنا سعيدين ان احنا ناخذهم في رحلة تعليم ان شاء الله وتطوير، وبعدها الى استثمار ان شاء الله باذن الله. صراحة ان جهود تشكرون عليها، والجميل بعد مثل ما قلت انه ممكن فكرة متشابهة ولكن طبعا باشياء تميز هذا المشروع، يعني يكون منافس قوي للي موجودين في السوق الحالي. استاذ ماجد، كلمة أخيرة تحب توجهها للمشاهدين؟ أول شيء شكرا على الاستضافة الكريمة، وأنا أحب أني أوجه كلمة لرواد الأعمال والمشاهدين أن أبواب بنك قطر للتنمية وأبواب حاضنة قطر للأعمال دائما مفتوحة لمساعدة رواد الأعمال، سواء من خلال البرامج اللي عندنا احنا أو عند بنك قطر للتنمية وفي الفرص الاستثمارية الموجودة عندنا. دائما احنا سعيدين بخدمة جميع رواد الأعمال والمنتسبين لهذا القطاع. كل الشكر أكيد لك ولوجودك السيد ماجد عبد العزيز الخليفي، رئيس حاضنات قطر للأعمال ببنك قطر للتنمية، وكل العاملين أكيد في هذه الحاضنة على ما يقدمونه بالنسبة للشباب في قطر. الله يعطيكم العافية. يا مرحبا بك. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ولنا عودة إن شاء الله. عدنا أكيد لكم من جديد، وننتقل لموضوع عالمي وجميل وتقدمه أيضا جامعة قطر، وقد يواجه العالم في المقابل أزمات، لكن القانون في مواجهة الأزمات العالمية كوسائل وتحديات تحت مؤتمر تلقى نقول قبول واسع في المجال القانوني في قطر محليا عالميا، وأكيد أنشطة تقدمها كلية القانون بجامعة قطر. نتابع هذا التقرير. هي منارة للبحث الأكاديمي والتميز العلمي، والمؤسسة التعليمية الرئيسة للتعليم العالي في دولة قطر. ومنذ تأسيسها في العام 1977 التزمت جامعة قطر في أداء رسالتها بأرقى المعايير العالمية، مسخرة جميع الإمكانيات البحثية والتقنية التي تضمن جودة التعليم النوعي المقدم لمنتسبيها،
معتمدة على استراتيجيات تعزز مكانتها في التصنيف الدولي للجامعات والبرامج الأكاديمية. كلية القانون، وباعتبارها إحدى الكليات الرائدة في جامعة قطر، دأبت على إطلاق مؤتمر سنوي يناقش موضوعات ذات مردود إيجابي على المجتمع القانوني القطري والدولي. وجاءت نسخة هذا العام من المؤتمر تحت عنوان القانون في مواجهة الأزمات العالمية، الوسائل والتحديات. وترتكز محاور المؤتمر على النظم والعلاقات القانونية الدولية في ظل الأزمات العالمية، إضافة إلى دور التشريعات الوطنية في التصدي لها وتأثير الأزمات العالمية على نظم التقاضي. مشاهدينا الكرام، اختتمت اليوم كلية القانون بجامعة قطر مؤتمر القانون في مواجهة الأزمات العالمية، الوسائل والتحديات، والذي استمر لمدة يومين. أكيد كان بالأمس، واليوم كان اليوم الثاني، وتلقى إقبال كبير من ناحية أبحاث أوراق علمية عالية الجودة تقدمها جامعة قطر. ومن هذا الجانب وموضوع المؤتمر وما يميزه في هذا الطرح، يسعدنا أن احنا أكيد نرحب بالدكتور خالد صالح الشمري، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون في جامعة قطر. حياك الله. الله يسلمك ويعافيك، شكرا لكم على هذه الاستضافة. العفو، يا مرحبا بك دكتور. الله يرحمك فضلك. وفي البداية لو تحدثنا عن هذا المؤتمر وما يحمله أيضا من إطروحات. أول شيء نشكر لكم هذه الاستضافة. فعلا احنا يمكن هذه ثاني مرة يتم استضافتنا خلال فترة قصيرة، وهذا يدل على اهتمام الإعلام بفعاليات جامعة قطر عموما وكلية القانون تحديدا. احنا ولله الحمد أمس بدأنا فعاليات مؤتمرنا الدولي السنوي والذي جاء بعنوان القانون في مواجهة الأزمات العالمية، واختتمناه اليوم. احنا تشرفنا ولله الحمد كذلك يوم أمس في الافتتاح بحضور سعادة الأستاذة لول والخاطر مساعد وزير الخارجية القطري ومتحدث الرسمي بوزارة الخارجية بدولة قطر، وكذلك أيضا الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الوطنية الاستراتيجية للتصدي لكوفيد 19. احنا في هذا المؤتمر يعني نناقش عديد من الأبحاث المتعلقة بالقانون ودور القانون في مواجهة الأزمات العالمية. يعني احنا هدفنا الأساسي ان احنا نخرج ببعض المفاهيم المشتركة ونضع قاعدة مشتركة ما بين الباحثين العالميين حول موضوعات مهمة، منها على سبيل المثال الخروج بتعريف على الأقل واحد موحد فيما يتعلق بالأزمة العالمية، وكذلك أيضا دور القانون والتحديات التي يواجهها المشرع في التصدي للأزمة العالمية. جميل. من جانب أيضا وجود شخصيات كثر وأبرزها سعادة الدكتورة لولو الخاطر المتحدث باسم وزارة الخارجية، يعني أيضا عرضناها بالأمس في نشرة الأخبار. صحيح. وتكلمت من جانب احترام الدول للقانون الدولي. صحيح. من هذا الجانب، ولما اليوم نشوف الدول تحترم بعضها البعض في وجود معاهدات كانت أو غيرها، من جانب هذا المؤتمر هل تم التطرق للقوانين الدولية فعلا؟ لعلي أتحدث عن، احنا في البداية حينما وضعنا الإعلان للباحثين كنا نتحدث عن ثلاث محاور أساسية. أول محور كنا نتحدث فيه عن القانون الدولي وعلاقته مع الأزمات العالمية، وكنا نركز أكثر شيء على أثر الأزمات العالمية على مثلا المنظمات الدولية أو حتى المعاهدات الدولية. وكان المحور الثاني هو المحور المتعلق بالتشريعات الوطنية. صحيح. من الناحية الموضوعية، يعني مثلا نناقش قانون الصحة مثلا على سبيل المثال، أو مثلا القانون العقوبات وأثره على الحد من كباح الأزمة العالمية. وكان موضوع المحور الثالث فيما يتعلق بالقانون من الناحية الإجرائية ودور الأزمات العالمية في بعض الإجراءات القضائية. سعادة الأستاذ لول الخاطر ضافت لنا أمس محور رابع، ولكن احنا يعني كنا بدأنا المؤتمر يعني هو أنه ماذا لو كان القانون هو الذي يواجه الأزمة، فكيف للقانون أن يواجه أزمة إذا كان هو القانون بحد ذاته يعني فيه الأزمة؟ وهذه مسألة فعلا يعني تحتاج إلى أن جميع الباحثين أنهم فعلا يتطرقون إليه، لأنه فعلا إحنا لا يمكن الحديث عن قانون يواجه أزمة عالمية إذا كان القانون هو في ذاته يوجد فيه خلل أو فيه أزمة. فإحنا هذه يعني بادرة بإذن الله أنه استشرافيا ننظر فيها المستقبل لمزيد من الفعاليات والمؤتمرات تناقش أيضا الخلل الموجود في نصوص القانون، سواء كان على الجانب الدولي أو حتى على الجانب الإقليمي الموجود. صحيح. جميل دكتور. طبعا أنت ذكرت تقريبا عندكم عدة محاور كانت موجودة في المؤتمر،
احنا نتكلم عن اهم الاوراق والابحاث اللي ركز عليها هذا المؤتمر خلال اليومين. احنا ولله الحمد في كليه القانون يعني هذا مؤتمرنا السنوي، واحنا في كل سنه نستقبل العديد من الاوراق البحثيه من مختلف دول العالم. احنا نركز على النوع ولا نركز على الكم، يعني مش مهم عندنا كم ورقه بحثيه تقدم في النهايه في المؤتمر، وهذا يتم عن طريق اجراء خطه معينه نبدا بها منذ اشهر قبل بدء المؤتمر، وهي تمر على ثلاث مراحل. اول مرحله انه يقوم الباحث طبعا بعد ما يقرا الاعلان الخاص بالمحاور المتعلقه بالمؤتمر، يقوم بتقديم ملخص بحثي يعني حوالي صفحه صفحه ونص يتحدث فيها عن الفكره التي يرغب بطرحها كورقه علميه، وبعد ذلك يتم تقييمها من قبل لجنه علميه. في حاله الموافقه على هذا الملخص المبدئي نعطي الباحث فتره زمنيه يبدا بكتابه الورقه البحثيه كمسوده اولى، وهذه المرحله الثانيه، فيقدمها ايضا للجنه العلميه وتقوم اللجنه العلميه بتحكيم هذه الورقه البحثيه. تاتي المرحله الثالثه وهي المرحله الاخيره في حال قبول الورقه البحثيه، لانه دائما ما يتم قبول الورقه البحثيه مع تقديم توصيات او تعديلات متعلقه بالورقه من الناحيه الشكليه والناحيه الموضوعيه، وبعد ذلك حينما يقوم الباحث باستيفاء جميع الشروط الموضوعيه والشكليه لهذه الورقه البحثيه، يقوم الباحث بعرضها في ملخص من ربع ساعه يقوم بالحديث عن اهم ما ادارت به هذه الورقه. في مرحله رابعه وهي المرحله الخاصه بنشر الورقه العلميه بعد البدء بالمؤتمر، وهذه ان شاء الله راح تكون خلال الفتره القادمه، انه ننشرها في عدد خاص من قبل المجله الدوليه للقانون، وهي المجله التي تصدرها كليه القانون. طيب من جانب العالم اليوم كل انسان يتمنى ان العالم يعم عليه السلام ولا يعني يخلو من الأزمات اللي تمر فيه، سواء كانت صحية مثل الحين أو كانت سياسية وغيرها. فمن جانب نقاش يطرح في جامعة قطر مواجهة الأزمات والقوانين الدولية، كيف ممكن نترجم وجود مؤتمر في مثل هذه الجامعة إلى واقع نعيش اليوم؟ احنا في كل مؤتمر، وهذا المؤتمر واحد من هذه المؤتمرات، نركز على جانبين، نركز على النتائج اللي راح تخرج من هذه الأوراق، صحيح، ونركز على التوصيات اللي راح يقدمها الباحث. بالنسبة للنتائج، بما أنه هذه أزمات عالمية وإحنا ما كنا بنركز على أزمة كوفيد-19 فقط، إحنا يعني نوسع الدائرة إلى باقي الأزمات العالمية. إحنا في النتائج إحنا قمنا بعرض، كل باحث قام بعرض تجربته الداخلية مع المشرع الوطني لديه. ماذا قام مثلا المشرع الجزائري في التصدي لأزمة كوفيد على سبيل المثال؟ ماذا قام المشرع القطري للتصدي مثلا في أزمة كوفيد؟ نعرض جميع هذه التجارب على بساط النقاش ويتم المناقشة. هذه المناقشة تعتمد على معايير معينة، أولا مدى فعالية كل تشريع أصدره المشرع الوطني، مدى دستورية كل تشريع أصدره المشرع الوطني، مدى أيضا ارتباط هذه الوسائل فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، وفي النهاية مع هذا العصف الذهني وهذه المناقشة القانونية نخرج بما يسمى بالتوصيات اللي تهدف إلى تعديل تشريعات أما وطنية أما داخلية. اليوم كان في نقاش بين الساد في 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 جامعة في الجزائر مع الساد في جامعة في تونس، صح، وأمس أيضا كان في مناقشة بين الساد مثلا من الصومال والساد أيضا هنا عندنا في جامعة قطر. هذا النقاش اللي نبحث عنه. إحنا الاختلاف الاختلاف في الأبحاث هو المطلوب، لأنه الاختلاف هو ليس خلاف، هو اختلاف. الاختلاف هو الذي يصنع مقترح أساسي ممكن أنه يتم البناء عليه بإذن الله. هذا يعني يأخذني نقطة تبادل الخبرات، لما نشوف في القانون أيضا لما يدرس فيما يسمى بالقانون المقارن، يعني طبعا لما تكون في قوانين دولة تختلف عن دولة ممكن يكون في تبادل، ممكن الكل يتعلم من الثاني شيء. لعلي أنا دائما أقول للطلبة بأنه دراستك للقانون الوطني لك هذه دراسة سوف تكون ناقصة مهما أنت تعلمت. أنت تحتاج إلى مراية تنظر بها إلى قانونك، والمراية تكون عن طريق دراسة القوانين المقارنة، خاصة صحيح، القوانين التي فاقت التشريعات الموجودة لديك بسنوات ضوئية. معلش أنا أتكلم مثلا عن المحكمة العليا الأمريكية، صار لها 200 سنة أو أكثر، حتى من 100 سنة. لا يمكن أن أنا أتحدث عن هذه التجربة الطويلة جدا، ولا يمكن أن أنا أقارنها مع تجربة حديثة في 30 سنة أو 20 سنة في أي دولة من الدول. مهم جدا أنه إحنا نقوم بدراسة المقارنة. الآن هل من المهم أنه أنا أنسخ الموجود لدى الغرب وحول عندي في, 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 في الدولة كتشريعات وغيرها؟ طبعا هذا الأمر بمجمله خطا، لكن احنا في النهايه نقوم بالجد والاجتهاد ونقوم بهذه الدراسات المقارنه، وهو ما اتى به المؤتمر من توصيات عده على سبيل المثال راح ان شاء الله نذكرها ان شاء الله باذن الله لاحقا. جميل. طبعا دكتور مثل ما ذكرت الاختلاف في بعض الاحيان يكون جميل، لربما الاختلاف طبعا يؤدي او ينتج حل يتفق عليه الجميع. ارضيه مشتركه، هو مثل ما ذكرنا هي ارضيه مشتركة، وهذا المؤتمر جاء فعلا لخلق أرضية مشتركة فيما يتعلق بالتصدي لأزمة كوفيد-19 تحديدا وأيضا الأزمات العالمية بشكل عام. جميل.
طيب دكتور، احنا نتكلم عن الجمهور المستهدف للحضور والمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر. الدعوة العامة للجميع طبعا، وهذا أمر يعني اعتادت عليه كلية القانون وجامعة قطر، لكن احنا ركزنا بصراحة على الباحثين القانونيين بشكل كبير، يعني هو اللي يأتي في المرتبة الأولى، سواء كانوا من جميع أنحاء العالم، من جميع أنحاء العالم طبعا، سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو كانوا باحثين في الدكتوراه أو غيرها. لكن أيضا جهات الدولة أيضا هي تعد شريك أساسي في مواجهة الأزمة العالمية. لا يمكن أنه أنا أواجه أزمة عالمية دون أن تكون هناك جهات تنفيذية عندي في المؤتمر تسمع من الباحثين القانوني، وأيضا تضيف الواقع العملي ونأتي بمزيج ما بين الواقع العملي والواقع الأكاديمي، وهو ما خرج به هذا المؤتمر. ولعل وجود الدكتور عبد اللطيف الخال أمس كان خير مثال على هذا التمازج الذي احنا بحثنا عنه، وهذا يدلك أنه جميع قطاعات الدولة مهتمة في التصدي لأزمة كوفيد وأيضا للأزمات العالمية المستقبلية. عشان أكيد نختم معاك، أنا ذا بوجه شكر أيضا وجود دكاترة أو شخصيات من قطر كقطريين موجودين في قلب الجامعة أو في هذا المؤتمر، كمثال ليس حصر الدكتور فيصل الحبابي، الدكتور حسن السيد، الدكتورة نورة السهلاوي، ترى كلهم درسوني ما شاء الله تبارك خريج قانون، ما شاء الله تبارك، يعطيكم الصحة، نفخر فيك، الله يسلمك، الله يسلمك. فكختام وجود هذا المزيج اليوم بين المجتمع القطري والمجتمعات الدولية في قلب القانون، هل فعلا ممكن تكون هناك حلول في مواجهة كل أزمة نمر فيها؟ احنا بصراحة يعني في كلية القانون ايضا نركز على اظهار الجانب القطري من الباحثين القانونيين اللي عندنا، وهذا ما جعلنا امام يعني سواء كان كباحث يقدم ورقة علمية او حتى كرئيس جلسات. احنا كان عندنا 4 رؤساء للجلسات كلهم من خيرة الشباب القطري، الدكتور عبد المحسن فطيس المري، الدكتورة ايضا الجازي المري، وايضا الدكتور حمد الحبابي، وايضا كان عندنا من الباحثين الدكتور فيصل الحبابي، وعندنا ايضا الأستاذ أحمد الثاني كمحامي قطري. صحيح. هذا المزيج إحنا نبي نظهر شبابنا القطري المؤهل للظهور على هذه المنصات والحديث عنها، وأنت واحد منهم أخوي الفاضل، فهذا أيضا يعني شرف لنا بصراحة كلية القانون أن تصدر مثل هؤلاء الشباب. نعم، الدكتور خالد صالح الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون بجامعة قطر ومقرر المؤتمر، شكرا جزيلا لك وعلى حضورك الجميل معنا. العفو الله يسلمك، شكرا لكم جزيلا. نختم أكيد. وصلنا لختام حلقتنا بالنسبة لليوم، ومهما تصدر تشريعات، مهما تمر علينا قوانين سواء كانت من خارج هذا البلد أو داخلها، أنك تلتزم بالنسبة للقانون لأنك مسؤول كفرد. ومن ضمن القوانين اللي صادرة هالفترة والكل مركز عليها موضوع الكمامات، أدري أن عندي وايد، أنت ما أخذ كمامتي، أنا قاعد أدورها حين من اليوم، هذه كمامة جديدة بأخذها كذا. فمشاهدين الكرام، الكمامة الواحد لازم يلتزم فيها، طبعا احنا عارفين العالم كله يعني تعبان في هذه الأزمة الحالية، وأرجو رجاء الأخذ بعين الاعتبار لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالمسافة الاجتماعية. وأيضا نقول الالتزام بكل أمر يصدر من هذا البلد، وبالذات بكرة اليوم الرياضي يوم الثلاثاء، فاحنا نحتفل لكن بشكل آخر، نحتفل بالتزامنا أيضا بالمقابل، التزامنا بالرياضة والتزامنا بكل ما يطلب منا من هذا البلد. نشوفكم بإذن واحد أحد في حلقة الغد، في أمان الله، يا مرحبا.